اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت لميديسن، وفي انتظار كل المكالمات والاستفسارات ورد عليها مباشره على الهواء من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا استاذ حسام، على طول منورنا يا دكتور. ربنا يخليك ويبارك في حضرتك. وكمان ما اكتفيناش بالحلقة الجميلة دي اللي على القناة الجميلة قناة الصحة والجمال اللي ترددها ان شاء الله هيبقى 11، اللي هي بقت 11823 رأسي. طبعا ظهورك على الفيسبوك اختلف مع المشاهد ومع المرضى، ويعني طبعا ده متوقع، مش هقول متخيل، متوقع. ربنا يبارك فيك. كمية الاتصالات وكمية الاستفسارات من جميع، حتى من دول مختلفة. حتى الله. كان معنا الأخ من السعودية جه اشترك معنا في الحلقة بتاع الفيسبوك. نعم. هو ممكن حضرتك تظبط الايربيس على ما انا اتكلم. ماشي. معانا اتصال؟ طيب اول اتصال يا دكتور. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام رمزي. ممكن اتكلم دكتور سمحت؟ اتفضلي يا ام رمزي، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا يا ست ام رمزي، اهلا بيكي. والله يا دكتور انا عندي ضغط وسكر، وانا يعني علاج السكر اللي انا باخده، انا كلمت حضرتك قبل كده وقلت لي حل لي، فالسكر مدمر صوابع الابهام بتاعه ايديا والتنميل زايد جدا واتحرقان في صوابع رجلي، يعني حاسه ان انا مش مرتاحه على الجلوكوفان 500 على 5. يا ريت حضرتك تنصح يعني باي نوع تاني ممكن حضرتك تقوله. طيب حضرتك السكر الصايم كامل اللي عملتيه ما قلت لك عليه؟ انا لسه عاملاه من حوالي الاسبوع اللي فات، ما عرفتش اكلم حضرتك. كان 150 صايم و257 خالص وتراكمي 8. طيب عايز بس عشان اطمن، انت حاولت الاسبوع اللي فات تتصلي بينا ولا ما حاولتيش؟ حاولت لحد الحلقه ما خلصت حضرتك. يعني كان العيب من عندنا احنا هنا. لا والله العظيم حاولت لحد الحلقه ما خلصت يا دكتور. طيب حضرتك دلوقتي ليك حق تغيري الجلوكوفانس، لان زي ما احنا عايزين نقول عندنا حاجتين. اتفضلي اقفلي وانا هقول لك، وجيبي ورقه وقلم واكتبي. شكرا يا دكتور. شكرا. هو يا استاذ حسام دلوقتي هي حضرتك سكرها الصايم 150 وبعد الاكل فوق ال 200 وبتاخد دواء اسمه جلوكوفانس، وده يبين ان الجلوكوفانس هنا مش هيكون دواء جايب نتيجه. تمام. لان وهي عندها التهاب في الاعصاب الطرفيه مأثر على ايديها ورجليها وفي الام وحاجات من هذا. تمام. ده كله حضرتك علاج السكر كمستويات سكر هنغيره. وانا اقترح عليها ان هي تاخد اماريل ام 3 مللي جرام، حبايه قبل الغداء وحبايه قبل الفطار، يعني حبايه قبل الفطار وحبايه قبل الغداء. قبل الغداء. ده ان شاء الله اقوى من جلوكوفانس. دي واحد. بالنسبه للاعصاب الالام الرجلين هناخد دواء حضرتك اسمه فيلدين فلاش. هي ممكن حتى عاوزين نبقى نجيب الورقه نكتب زي ما بنكتب على الفيسبوك. ممكن ورقه او صبوره. فيلدين فلاش حبايه بتتحط على اللسان بعد الغداء وحبايه بعد العشاء لمده 7 ايام فقط. وبعدين هناخد دواء اسمه تجريتول 200 مللي جرام، حبايه قبل النوم يوميا لمده 15 يوم. وتتصلي بينا بعد اسبوعين تكوني عملت سكر صايم وسكر بعد الاكل بساعتين، وتقولي لي الاعراض دي تم فيها ايه، لان احنا متوقع التحسن من 30 ل 50%. الف سلامه على سيدنا. ده تمام. وده التغيير ده حصل للدواء دكتور علشان الارقام عاليه بتاعه السكر؟ لا، هي حضرتك بتاخد الجلوكوفانس، والجلوكوفانس ده عباره عن نوعين معينين كده، فكون ان هو ما نظبطش السكر نظبطه، لكن افرض السكر كان مظبوط انا ما كنتش هغيره. ولذلك هي ما اتصلت بينا من حوالي اسبوعين ثلاثه قلت لها هتحلل سكر صايم بعد الاكل بساعتين، وبعدين الهيموجلوبين اي 1 سي اللي هو التراكمي اللي هنتكلم عليه لما تيجي فرصه. تمام. ده يعني اكذوبه العالم يعني. تمام. نقدر ناخد الاستاذه شيماء من البحيره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله وصحيح. تمام. اتفضلي يا استاذه شيماء. لو سمحت، انا بابايا ما كانش بيشتكي من اي اعراض سكر ولا اي حاجه، ومره واحده السكر عالي عنده جامد وراح حلل، لقى السكر وصل معاه 516، وراح تابع مع دكتور، والدكتور اداله نوعين بس. لا استني بس، الراجل اللي عندك بيبيع ايه ده؟ قولي لي بس. لو تقدري تقفلي الشباك ولا تبعد عن ال ولا قول لنا بس بيبيع ايه؟ صوته حلو، بيحب في الكلور الجميل ده. لا ده هي قاعده في لوكيشن حلو. قولي يا بنتي، اتفضلي.
اخد نوع برسان، ونوع البرسان اللي اخده بدا يوصل السكر بس لسه زي ما هو عالي، فكتب له على نوع تاني وقال له يجي على الاسبوع اللي بعده ياخده، والسكر وقع معايا. حلل بعدها مرتين والسكر كان مظبوط. يعني السكر اتظبط على العلاج مش كده؟ طيب الوالد خس قبل ما يجيله السكر ولا ما خسش؟ نعم الوالد خس ولا ما ما تقفلي الراجل عمال يصوت عندك. استاذه شيماء اقفلي بس لو تقدري تقفلي الشباك علشان الصوت. انا الراجل بيبيع عندنا هنا في الاستوديو. الصوت كده تمام؟ تمام كده احسن بكتير. ايه شيماء؟ تمام. هو بقى اخد نوعين البرشام ده والسكر اتظبط الحمد لله وما بقاش تعبان. طيب الوالد ومن ساعتها من شهر 6 وهو موقف العلاج، والسكر لحد دلوقتي مظبوط، كل ما يعمل سكر صايم او فاطر مظبوط. طيب ومش عايز ياخد علاج. اقفلي يا بنت وانا تمام. شكرا شكرا يا شيماء. بص يا استاذ حسام، اتفضل. القاعده المعروفه ان اي دواء بنديه في العالم لاي نوع له تاثيرين. تمام. في التاثير المباشر والتاثير ممتد المفعول. يعني مثلا خدت انت حضرتك حبايه دواء بيخفض السكر او بيخفض الضغط، الدواء ده هيجيب مفعول سريع من خلال ساعتين او ثلاثة، وبعدين المفروض مثلا 48 ساعة او كده، لكن ممكن يقعد اسبوع. فهو الاخ اللي خد العلاج ده بعد ما ظبط السكر بتاعه وقفه هيرجع تاني، بس ممكن يرجع امتى؟ بعد اسبوع، بعد شهر، بعد 6 شهور. بس راجع. واما يرجع مش هيتظبط بسهولة. تمام. عندك حد تاني؟ لا 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 لسه. مريض السكر اللي هو بيكون متشخص جديد بيخف على اي دواء، بيخف على اي دواء بسهولة جدا. تمام. لان لسه الانسجة يعني مش ما تعودتش على الدواء، فالدواء بيجيب نتيجة عالية جدا معاه. احنا بقى ما تغرناش، وكنا زمان بنتكلم يمكن في النوع الاول بالذات بنقول شهر، يعني فترة شهر العسل. ايه في النوع الاول فترة شهر العسل بعد الاتصال نقولها؟ طيب ناخد ام مصطفى من بني سويف. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ حسام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام مصطفى سلم على حضرتك وسلم على الدكتور سعد. الله يسلمك. الله يسلمك. كنت بقول لك يا دكتور سعد انا اتاخرت في الكبسوله شويه اتصالين كده، كنت عايز اسال حضرتك النهارده دكتور سعد مفضلك امتى نلاقي طبيب الاسره، اليافطه بتاع طبيب الاسره متعلقه كده، وانا ادخل بقلب جامد استشير الدكتور في كل مناحي الحياه، بمعنى انه يكون دكتور زي طبيب كشكول كده يقدر يفيدني وانا قريب ليه اقدر اتواصل معاه واقدر اروح له. امتى حضرتك نلاقي طبيب اسره يافطه كده معلقه ان ده طبيب اسره اروح له انا يفهمني زي احنا كده يعني باللغه الدرجه كده طبيب كشكول يا فندم اللي هو يقدر يفهمني واقدر يبقى قريب مني. حضرتك بتشتغل ايه؟ حضرتك بتشتغل ايه يا فندم؟ انا تربويه في التربيه والتعليم. يعني الوظيفه ايه بالظبط؟ انا اداري، عمل اداري. طيب يعني الاداري ده حضرتك بتستقبلي جمهور؟ اكيد ايوه، ده انا عامل طبيعه عملي خدمه مواطنين. عشان كده. اما نلاقي حضرتك ميكانيكي اسره، وما نلاقي حضرتك مدرس اسره، وما نلاقي المجتمع المصري تغير. واخد بال حضرتك؟ بمعنى تغير، بمعنى ان كل حضرتك بيشتغل سطحيا. بس دي موضوع مش موضوع الحلقه. يعني ازاي؟ عشان تتخيلي ان في طبيب مثلا عشان يعمل دخل كويس يروح مثلا الصبح المستشفى تحت الحكومه، سواء هيكمل الوقت كله او لا، وبعد كده يروح يشتغل في مستشفيتين قطاع خاص او عام بالفلوس، يعني برايفت خاص، وبعد كده يروح يشتغل في عيادتين. هل هذا هيركز مع المريض؟ رد حضرتك. بس اكيد في طبيب اسره يقدر يفيدني، انا اقدر اتواصل معاه انا كست بسيطه، واحنا اكيد في بعض القرى بتاعتنا اكيد بنجهل الحاجات دي يا دكتور. طيب حاضر، اتفضلي اقفلي وانا هجاوب على سيادتك. حاضر. شكرا شكرا يا مصطفى. هو بص يا دكتور بتتكلم على زي اللي هو الجي بي في الدول. لا لا، الدول الاوروبيه. الدول الاوروبيه اللي هو الطبيب العام او الطبيب في اوروبا. ما احنا دخلنا عند الجي بي ولا بيعمل حاجه. اللي هو المفروض بقى لما تخش له يحولها على دكتور. لا 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 لا، ولا له شغلانه خالص. على المستشفى او اصل انت خلي بالك اوروبا عشان التامين الصحي وكده، هو نفس الحكايه، يقعد معاك 10 دقائق وساعات ما مش عاوز يصغر الضغط، ما بيقومش من على الكرسي. ما انت راجل انجليزي. ده حقيقي، ده حقيقي حضرتك، ما بيقومش من على الكرسي. ده بيحصل فعلا. اصل هي بتتكلم على الطبيب اللي هو المثالي، واخد بالك؟ اما يبقى المجتمع مثالي هينتج طبيب مثالي، وهينتج مدرس مثالي، وهينتج مهندس مثالي، وهينتج راجل ارشيف مثالي، وهينتج محكمه مثاليه،
وهينتج اسم مثالي، اسم بوليس مثالي. تمام. المثالية هتكون جامعة وشاملة. واخد بالك؟ احنا لسه قدامنا بدري، لكن بدأنا ومش عاجبين الناس. يعني مثلا الضبط والربط اللي في الشارع اليومين دول اللي الحكومة عاملاه، انا مش بقول مش بطبل لها ولا حاجة. تمام. مش عاجب الناس، هم عايزين الدنيا منفلتة. الشعب عايز الدنيا منفلتة. لا. صح ولا غلط؟ لا نسمح بهذا. بس هي عايزين الدنيا منفلتة. في كل حاجة هتلاقي. فدلوقتي احنا في مرحلة اعادة ضبط الصواميل وضبط المسامير. صح. واخد بالك؟ وهتتقطم منا شويه مسامير وشويه لا 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 نضحي بانفسنا في سبيل الوطن. لا هو في منا 10% اللي هو عاجبهم الكلام ده من قلبهم، عشان بس نتكلم بصراحه. لا ان شاء الله. طيب جالنا اتصال تاني من السويد. استاذ علي، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك انت؟ عندي اسئله للدكتور لو سمحت. اتفضل اتفضل يا استاذ علي. دكتور، أنا عندي مشكلة في السكر طبعا من 5 سنوات. تفضل. بسمع سيادتك. اي نعم انا بسمع سيادتك يا فندم. تمام. طبعا نحكي العمر 56 سنة، الوزن 81، والطول 1.90. ما شاء الله. سيادتك الجنسية ايه؟ عراقي؟ لا، ليبي. ليبيا. الطوال الليبيين طوال ما شاء الله، 190. اهلا بيك. والله حاولت اكلمك. المهم دكتور، يعني عندي السكر مبهدلني من 4 سنوات او 5 سنوات، يعني في السويد ولا عرفوا يديروا اي حل. يعني لا، ما انت عارف بيشتغلوا الجماعه الاوروبيين، احنا لسه كنا بنتكلم، بيشتغلوا سطحيا قوي، يعني ما بيخشوش في عمق المرض. وانا برضو في اوروبا رحت الدكاتره والكلام ده وعارفهم، يعني بيشتغل يعني بيلمس بالمصري وبالعربي. ده حقيقي. اتفضل. مظبوط مظبوط. يعني المهم يستكتك ويقول لك مع السلامه وخلاص يعني. ايوه يا فندم، ما لسه كنا بنتكلم قدام سيادتك. طيب سيادتك 56 سنه، الطول 190، الوزن حضرتك كم؟ 81. 81. سكر من 4 سنين. ايه. الصايم كم يا فندم والفاطر؟ الصايم من 120 لل 150، بس ناخذ انسولين دكتور. حاضر حبيبي. والفاطر؟ الفاطر حسب مرات ينزل يولي 90، ومرات يوصل لل 200 250. على طيب حضرتك بتاخد انسولين اسمه ايه يا فندم؟ ناخذ في ليسبرو. ليسبرو بتاع الوجبات. ايوه. وناخذ في التشي ولا تيجي ولا اسمه هذا تيو. ماشي خلاص. تيجيو. تيجيو. ايوه تيجيو. ده قد ايه وده قد ايه؟ التيجيو ناخذ في 20 من المساء يعني بالليل. طيب والليسبرو؟ الليسبرو ناخذ مرات 6 قبل الوجبات، يعني في 10 دقائق وربع ساعة، 6 قبل الفطور، 6 قبل الغداء، و6 قبل العشاء. يبقى 18، يعني تقريبا بتاخد 38 وحدة في اليوم. ايه. اخر 6 شهور سيادتك زدت في الوزن ولا قلت في الوزن؟ لا تمام، زدت في الوزن شوية. سيادتك عاوز تزيد تاني ولا تثبت على كده؟ لا على كده كويس يا دكتور. بس السكر بيترنح، يعني ساعات يعلى وساعات يوطى، صح يا فندم؟ مظبوط. الاسبوع الماضي صار لي هبوط وصل للـ20 ولا احمر، لان رحت الاسعاف يعني مستشفى، ما عادش بيصعب، اكلت عسل، اكلت حلويات ولا بيصعد يعني. طيب انا دلوقتي هرد على سيادتك، اتفضل. ايه عشان انت بالسويد بقى الجو برد عندك ولا حلو زي عندنا؟ لا جو ما شاء الله اليوم 20 الحراره، يعني جو حلو جدا. انت في مالمو ولا في كوبنهاجن؟ قول معايا يعني. لا انا في مدينه في الوسط بين مالمو وبين ستوكهولم، يعني في الوسط. خلاص ان شاء الله نجي لك ان شاء الله قريب ان شاء الله. تفضل يا دكتور، وانا اجيني في مصر ان شاء الله يضبط لنا الوضع ان شاء الله. اهلا وسهلا. إن شاء الله. اهلا وسهلا، تنورنا استاذ علي. حاضر، انا هرد عليك كده. بالنسبه للاستاذ علي حضرتك، وزنه يعني ما وصلش للمستوى اللي احنا نخاف منه، وبالتالي الانسولين ده ممكن نوقفه بعدين، بس ما اقدرش اوقفه دلوقتي. هو واضح انه هيتحسن، لان حكايه انسولين اقل من 40 وحده ممكن نوقفه وندي حبوب. ممتاز. طب انا مش هوقفه ليه؟ لان وزنه هيقل بعد ما اوقف الانسولين، فانا هستنى شويه كم الانسولين 3 4 شهور زي ما احنا كده ماشيين على نفس النمط. بس عايز اقول للاستاذ علي، اما بيجي له انخفاضات سكر، لان معدلات السكر في الدم هي محصله كذا حاجه،
مش الانسولين لوحده، الوجبه كمان، الوجبات ونوعها والمجهود والضغط العصبي اللي هو الاحساس الداخلي، الاربعه دول بيحددوا له معدل الانسولين يا فندم. تمام. فهو الاستاذ علي يحاول في الفتره دي، لان مش عاوز العب له في الانسولين بتاعه خالص، يعني حاول اولا يبعد عن السكريات الصريحه، واتكلمنا قلنا السكريات الصريحه يعني الحاجه المسكره، مسكره، ويبعد عن سكريات الفواكه، دي مره هنتكلم عليها جامد جدا. تمام. سكريات الفواكه اسمها فركتوز، والفركتوز الناس بتحبه قوي، هو يعني سكر كاذب، لانه صحيح ما بيعليش سكر الدم، ولكنه بيفتح النفس وبيقلل ويخلي الانسولين يطلع سريع، فممكن ينخفض السكر اكتر. اللي هو السكر البكاوي اللي هي الفواكه دي. لا، او كلت منجايه مثلا. اه. واخد بال حضرتك؟ فاحنا هناخد السكر المعقد، المعقد اللي هو في صوره العيش الوجبات الطبيعيه والمكرونه والاكل العادي. هو هيثبت الوجبات بقدر الامكان، الثلاث وجبات يثبتهم بقدر الامكان، يكون نمره اتنين المجهود يثبته. واخد بال حضرتك؟ يعني يثبت الوجبات والمجهود. والمجهود. اه. لانه لو عمل مجهود زياده السكر هينخفض. دكتور يثبت الوجبات يعني كميه الاكل برضه؟ كميه الاكل والنوع يكون متقارب. صح. يعني مثلا يبدل الرز بالمكرونه. ما ياكلش الاثنين مع بعض. لا، يعني مش يشيل الرز مثلا ويدخل مكانه مثلا كوسه. تمام. يعني انا فهمت القصد. واخد بالك؟ يعني الرز مكانه المكرونه مكانه عيش. دول دايره واحده. الدايره دي المهم يثبت لي الاكل بالعالي بالواطي، انا اعرف اظبطه بعد 15 يوم. تمام. المجهود يظبطه كمان. الناحيه النفسيه بقى، لو جاله لا سمح الله زعل ولا حاجه، سكر بيعلى اكيد، فيجي يروح منخفض. ثبت لي دول يا استاذ علي، واتصل بقى بعد 15 يوم ان شاء الله. ماشي يا استاذ علي، متشكرين. احنا كنا بنتكلم على سكر الفركتوز. الفركتوز. أيوة. ده حضرتك. تمام. بالمناسبه يعني ده بنتكلم الفركتوز حضرتك اكثر سكارة من السكر بتاع المائده، يعني السكر بتاع الشاي والكاكاو والكيكه والكلام ده كله اللي بنحطه في المشروب. لانه سكر قوي، لكن عيبه خلاص ناخد عندنا. ناخد الاستاذه ولاء من البحيره. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذه ولاء. ايوه لو سمحت يا دكتور، انا على طول انا عامله عمليه المراره، وعلى طول بيجي لي يعني زي اسهال كده، وعملت منظار على بطني على القولون، فطلع عندي التهابات شديده في القولون. فانا عايز اعرف دلوقتي يعني الاسهال دوت اللي بيجي لي على طول باستمرار، يعني ممكن يقعد معايا 3 ايام وبعدين خلاص يروح، وبعدين انا مش عارفه اعمل ايه. وكشفت اكثر من مره، كله يقول لي التهاب في القولون، انت عندك شويه زهق بس، عشان كده هم اللي عاملين فيك كده. بص حضرتك، الكلام اللي انت بتقوليه ده تبقى تقوليه بتوع الاعشاب. احنا هنا هتقولي لي تعبانه من ايه، وانا ابلوره بطريقتي. حضرتك ايه اللي تعبك؟ اتفضلي. عايز اعرف ايه علاج الاسهال. لا برضه مش عندنا ده اعشاب. ده اعشاب. بص يا فندم، انت حضرتك بتشتكي من ايه؟ انا يا دكتور على طول معدتي على طول وجعان. لا، وعلى طول استنى هقول لسيادتك بالراحه يا فندم. في الم على فم المعده صح؟ ايوه. مكان ما انا حاطط ايدي كده مظبوط؟ ايوه. الالم ده حرقان ولا مغص ولا انقباض؟ لا بص، زي نغز كده يعني، حاجات بتقرصني كده بس، يعني زي ما يكون مسمار مثلا او ابره. ايوه حاجات كده بتقرص. طيب استنى بس، وانا في الجنب الشمال على طول. حاضر. مش على طول يعني، احيانا لسه الكلام ما جاش حضرتك. الالم ده له علاقه بالاكل ولا ملوش علاقه بالاكل؟ لا ليه علاقه بالاكل. في ساعات انا باكل وبلاقي بطني بتوجعني بعد ما اكل بشويه كده يعني. طيب وانت صايمه وما بتاكليش، الدنيا كويسه؟ لا ساعات، وانا اما بصوم ساعات برضو بيجي لي اسهال، ما اعرفش من ايه. اسهال؟ اه. لا احنا لسه لحد دلوقتي في الوجع اللي على فم المعده، وانا بطول معاك عشان اعلم الناس ازاي يقولوا الاعراض بتاعتهم. ماشي. الالم ده بيتغير من مكان لمكان؟ لا في نفس المكان. اللبن يريحه ولا يتعبه؟ لا ما بشربش لبن اصلا. لو جربت وشربت لبن يريحه ولا يتعبه؟ انا ما جربتش اشربه اصلا يا دكتور، لان ما بحبوش. طيب حضرتك المراره قبل ما تعمليها كان هو العرض ده اللي موجود وعملت على اساسه المراره، ولا كان حاجه مختلفه؟ كنت على طول برجع باستمرار ومعدتي تعباني، فعشان كده لقوا عندي مشكله في القناه المراريه، فعملوا لي تسليك القناه المراريه وبعدين عملوا لي المراره. والاعراض راحت الحمد لله ما عدا حته النغزه دي. لا
على طول بقى يا دكتور معدتي بحس ان هي تعبانه ومش عايزه اكل، على طول مش عايزه اكل. بس الاعراض اللي انت حضرتك قلتها دي لو هي دي بس مع الاسهال مش القولون قوي يعني، مش 100% القولون. اه واخد بال حضرتك؟ احيانا المراره بتتعمل بصوره مش صح قوي، مع انك اتحسنتي فده كان يبين ان في حصوات او حاجه، يبقى ماشي. اتفضلي اقفلي وهرد. شكرا شكرا استاذه ولاء، الف سلامه، متشكرين جدا على الاتصال. احنا حضرتك دلوقتي احنا هنشخصها انها معده، فهتاخد دواء اسمه بريمبرين 10 مللي جرام حبايه قبل الاكل بنص ساعه ثلاث مرات في اليوم. تمام. وهتاخد حاجه اسمها هيستاك 300 مللي جرام حبايه قبل العشاء وحبايه قبل الفطار، قبل الفطار وقبل العشاء. الدواء ده لمده 21 يوم ما توقفوش، وتبعد حضرتك عن الحادق والحراق والمسبك لمده ال 21 يوم دول. اللبن انا مش هزوده في الوقت الحالي انه بيزود الاسهال. ناخد ده وتتصل بينا بعد 21 يوم ان شاء الله. انا لاحظت يا دكتور. طيب ناخد استاذ شعبان من كفر الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضل يا استاذ شعبان، دكتور معاك. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن يا دكتور الحقن اللي هي الكورتيزون الموضعيه تضر الانسان، يعني تضر واحد ضهره ووجعه وخد حقن موضعيه كورتيزون في نفس المكان الالم، يعني تضر الانسان او في المفاصل او كده يعني؟ طيب اتفضل اقفل يا فندم وانا هجاوب. حاضر ماشي، شكرا استاذ شعبان، شكرا. الكورتيزون كورتيزون اتاخد في الكتف، اتاخد في الرجل، اتاخد في الركبه، في الركبه، اي مكان هو كورتيزون. أكيد. بس في كورتيزون ممتد المفعول وكورتيزون يعني قصير المفعول، وساعات بنبقى حقنه فيها الاثنين، حاجه قريبه المفعول على طول والتانيه ممتد المفعول، ممكن تشتغل اسبوع او اتنين. تمام. ممتد المفعول عاده الحقنه بتبقى بيضه زي اللبن كده، واخد بال حضرتك؟ دي بتقعد مده يا دكتور. هو لو هياخدها مره واحده وما عندوش سكر ولا عنده حاجه تانيه مفيش اي اثار جانبيه ان شاء الله. مره تمام. مرتين وبين المره والتانيه شهرين ثلاثه مفيش تاثير ان شاء الله. لا تمام، بس دي مسكنات يا دكتور لكن مش مفيده. لا هي يعني ما بتعملش ريبير او تعالج المريض. لا هي سيادتك بتشيل المواد اللي هي بتبقى يعني تسبب الالتهاب. يعني من جزءا علاجا. لا مش جزءا علاجا. الاثنين الحقيقه. اوكي، من السويس هشام، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. اهلا بيك. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله ام هشام والله نعمه وفضل. وازاي الدكتور عامل ايه؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. يا رب دايما ان شاء الله. بقول لك يا دكتور، انا والدتي عندها 65 سنه وبتشتكي على طول من التنميل في رجليها الاثنين وتعباها، وعندها حرقان جدا بيجي لها كمان في بطنها، والكوليسترول، عايزه حاجه للكوليسترول والتنميل والحرقان اللي بيجي لها بعد الاكل ده، معدتها بتبقى نار. خلاص احنا كده اعشاب، كتر خيرك. شوفي بقى هنشتغل طب. الوالده عندها سكر يا فندم؟ الوالده عندها سكر. طيب استني يا ست بقى، احنا ان شاء الله طب، انت كده هتحولينا لابو شيح ويا زرليخ. طفيتينا انت حضرتك، طفيتينا خالص. بس خليك معايا بس. سيادتك دلوقتي هي عندها سكر بقاله كام سنه؟ السكر بقاله كام سنه؟ السكر بقاله 14 سنه. طيب سيادتك السكر الصايم اخر تحليل طلع كام؟ السكر الصايم اخر تحليل طلع كام؟ اخر تحليل كان 180 180 170 في الحدود دي. طيب واللي بعد الاكل يا فندم كام؟ واللي بعد الاكل بيطلع عندها ساعات 180 او 150 في الحدود دي. طيب سيادتك اخر ست شهور وزن زاد ولا زي ما هو ثابت؟ لا الوزن زي ما هي ثابت 85 كيلو. طيب سيادتك الكوليسترول مستواه كم في الدم اللي احنا بنتكلم عليه؟ الكوليسترول بيبقى ساعات 170 عندها. ما كويس، مش وحش. 170 180 بتاخد له علاج حاليا ولا ما بتاخدش يا فندم؟ بتاخد له النفوستريكا. وكويس قوي 20 مني. كريستور. كريستور. ولو بتاخد له تاني لبنتيلا. لا اللبنتيل ده يعني الاثنين يتعبوا لها العضلات والاعصاب والكلام ده، فانا بس اعتقد بتاخده يا دكتور. النفرستريكا ده بتاخده قبل ما تنام بالليل، وده بعد الغداء. خلاص انا خلصته، انا خلصت النقطه دي عدتها. اللبنتيل حضرتك الدهون الثلاثيه عاليه؟ الدهون الثلاثيه عندها حوالي 80. ونوقف اللبنتيل. اللبنتيل ونشتغل على الكريستور 20 قبل العشاء او قبل النوم الاثنين سيان. هو ده بس. تاخد ايه يا دكتور؟
هنكمل على الكريستور اللي انت بتقول عليه كوستاريكا. تاخده ماشي، تاخده قد ايه حضرتك؟ ال 20 مللي كفايه قوي لانه له اثار جانبيه على الكلى وعلى الكبد. له اثار جانبيه على الكلى والكبد، انهي واحد ده اللي في كوستاريكا؟ ايوه. واخده بالك؟ ماشي. هنيجي بقى، استنى بس لسه ما خلصتش والله. طب اتفضلي اقفلي وانا هكمل وهتاخدي مني ان شاء الله الكلام. طيب بس طب حاجه للتنميل، حاجه للتنميل. مفيش برضه، احنا في حاضر، في حاضر. ماشي شكرا يا ام هشام. شكرا. معلش الناس معذوره، هم متعودين. أكيد. لا مش كده كده يعني، معذور على ايه؟ يلا. ما هي معذور في اشياء كتير. لا هم ممكن ما يكونوش كمان بيجروا ما وراء الـ لا لا الـ هو لغه أو. الحوار لغه حوار جماعه اللي هم العشابين وبيسموهم ايه اللي بيبيعوا محلات دول وبيبيعوا العلاقه الاعشاب والحاجات دي لهم اسم، العطارين. عطار. يعني هي متخيله تتصل بالعطار. طبعا ده بينرفزني جدا، احنا هننزل يعني على اخر الزمن يا اسامه هنبيع لا شغال نبيع حلبه والبتاع وانا بقول لك ظهرت ظهرت الايه ياسمين وابو رجل مسلوخه ونمله رجلها سمراء وكلام حلو قوي. نمله جنب السوسه. والله لا يا جماعه نرتقي شويه. بس والله دكتور محمد يعني حضرتك يعني يقول لك عايز حاجه للاسهال، بتفيد المشاهد ان هو هي 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 شغاله بس على الاسهال. حضرتك بتجري ايه اللي سبب الاسهال؟ لا ما انا مش هنزل بالمستوى ده، ببص على لازم تشوف ايه اللي في سواق تاكسي مهندس. يا اما هياخد سواقين التاكسي خلوهم مهندسين، يا اما ياخدوا المهندسين وينزلوا سواقين تاكسي. سواقين تاكسي. فانا هاخد بقى كليه الطب جامعه عين شمس انزل بيها ابيع؟ لا ابقى عطارين؟ لا لا ما ينفعش. نيجي بقى للست عشان تستفيد. احنا قلنا لها دلوقتي توقف البنتين وتكمل على الكوستاريكا اللي بتقول عليها كريستور 20 مللي زي ما هي، وبنوقف واحد من الاثنين لان في السن الكبير في خطوره على العضلات وله تاثير الاثنين سلبي على وظائف الكبد ووظائف الكلى. نيجي الثالثه، هي بتقول التنميل والخذلان والحرقان اللي موجود في الرجلين ده نابع من السكر نفسه. السكر كالي الاعصاب الطرفيه. طب هناخد ايه؟ في ادويه كتير جدا. هنبدا بواحد رخيص اسمه تجريتول 200 مللي جرام حبايه قبل النوم لمده 21 يوم، الى جانب دواء السكر اللي انت بتاخديه برضه السكر عاوز يتظبط شويه، وتكلمينا بعد 21 يوم. تمام. ان شاء الله. شكرا. ناخد الاتصال بعده من هنا الاستاذه سناء. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم وبركاته. اتفضلي يا استاذه سناء. ولو سمحت ظهري على طول تعاني. بتقول ايه؟ الضغط. بقول لك يا استاذه سناء. ايوه. انت سامعاني؟ ايوه. طيب ممكن توطي بس التلفزيون شويه لان احنا مش سامعين منه عشان نقدر نسمعك والدكتور يجاوبك. ماشي. انت كنت بتقولي حاجه على الضغط. الظهر على طول وجعني ظهري. طيب. الف سلامه عليك. سنك كام سنه يا فندم؟ 34. ده انت صغيره ظهرك من دلوقتي، ده امال جوزك هيعمل ايه بعد شويه؟ الراجل كده يهج منا. سنك متجوزة؟ نعم. متجوزة؟ ايوه معايا اربعة اطفال. اربعة ما شاء الله، ما الخلفة كتير برضه، يا ربنا يبارك. الظهر بيوجعك بقاله قد ايه يا ست سناء؟ هو بيوجعني كده من فترة لفترة، ولما اضغط عليه يعني خبيث شغل كده. بقالك كام سنة ظهرك بيوجعك؟ هو انا كشفت قبل كده قال لي الفقرات ضعيفة. يا ست سناء بقالك قد ايه ظهرك بيوجعك؟ كام سنة؟ لا هو السنة دي اللي زاد عليا جواز. طولك قد ايه؟ طولك قد ايه؟ 165. وزنك قد ايه؟ وزني 100 كم؟ 85. مش تخينة قوي يعني. طيب الالم بيجي اما بتوطي لقدام او توطي الجنب اليمين او الجنب الشمال ولا ثابت على طول؟ لا هو ثابت وانا واقفه وانا ماشيه على طول دلوقتي. اما بتنام على ظهرك الالم بيروح؟ لا. طيب احنا عملت اشعه رنين مغناطيسي على العمود الفقري؟ لا عملت اشعه عاديه ايوه. لا احنا محتاجين حضرتك اشعه بالرنين المغناطيسي على العمود الفقري، وحضرتك بس اخر سطر حتى ساعتها تبقى تبعتها لهم هنا واحنا عشان نعرف نشخص. لحد ما يجيلك الكلام ده ممكن حضرتك تاخدي دواء اسمه حضرتك ناخد اولفن.
دولفين. ألفين. 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 50 ملي جرام حباية بعد الغداء وحباية بعد العشاء لمدة 15 يوم. اتحسنت يبقى الحمد لله تعالى رب العالمين. ما تحسنتيش كلمينا تاني. ألف سلام. شكرا أستاذ سناء. شكرا على الاتصال. أخبار حضرتك. بالنسبة لموضوع الظهر، هي قالت خلفت 4 عيال ورا بعض، واضح يعني صغيرة. فاحنا هنا ممكن نخاف من هشاشة العظام شوية، ولكن ما بنحطهاش نمرة واحد يعني في الموضوع. واللي حيبينها قوي الـMRI اللي هي الأشعة بالرنين المغناطيسي، عشان نشوف الفقرات أخبارها إيه والغضاريف وما إلى ذلك. وأخبار حضرتك. تمام. نرجع بعد الفراكتوز. السكر. هو جه فترة كده الناس اتهبلت بحاجة اسمه سكر الفاكهة. وسكر الفاكهة يعني طلع منه حبوب وطلع منه بودرة وكده، وبيستعيضوا عنه بدل السكر العادي اللي موجود عندنا في البيت. تمام. خش على الحالة خلاص. نخش اللي بعده. دكتور استاذ احمد من بورسعيد، سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذنا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله الحمد لله. الله يخليك. والله انا عندي 45 سنة وعندي جينات وراثيه زي الكوليسترول كده بيعلى عليا، فانا عايز في اكلات معينه انا مانعها بصراحه، وبمشي كتير وبلعب رياضه عشان احرق. شاطر. بس انا في علاج للكوليسترول، في ناس بيخوفونه منه عشان الانزيمات الكبد والكلى بتبقى مثلا بتضر بالكلى والاثار الجانبيه بتاعته، فانا عايز الدكتور بس يقول لي نصيحه بخصوص الكوليسترول يعني. لا أكيد. انت مستويات الكوليسترول عندك ايه؟ بقى حل يا دكتور بيوصل ل300. لا احنا عندنا استنى بس يا اسمه ايه استاذ احمد، يا اخ احمد اتفضل. استاذ دلوقتي الكوليسترول انت قست كذا حاجة في الكوليسترول رقم كام اخر تحليل؟ انا حللته اخر مرة طلع 300 يا دكتور. برافو عليك. في حاجة اسمها عالي الكثافة طلع كام؟ تمام. بس طلع كام؟ عالي الكثافه طلع كام؟ ما انا بقول لحضرتك انا حللته اخر مره طلع 300 وساعات بيوصل ل400. طيب انت استنى الكوليسترول اللي انت قلته ده مش بنعالج على اساسه، احنا بنعالج على حاجه اسمها عاليه الكثافه ومنخفض الكثافه والدهون الثلاثيه. حضرتك انت سمعتني، روح اعمل لي التحليل ده الصبحيه بكره والاسبوع الجاي تتصل بيها ان شاء الله عشان اديك لك صح. ألف سلام عليك. شكرا أستاذ أحمد، شكرا على الاتصال. يعني إحنا عندنا يا أستاذ حسام، تمام، عندنا الكوليسترول العادي ده التوتال بنسميه توتال. توتال يعني الإجمالي. الإجمالي، الله يفتح عليك، ما شاء الله. أنا معاك أهو. الإجمالي ده 300 350 400، لكن من جواه بقى في حسابات أدق. لأن هو لوحده كده على بعضه ما بيدينيش مدى خطورة. اللي بيدي الخطورة مثلا اتنين تحته ولاده او جزء منه، عالية الكثافة منخفض الكثافة. منخفض الكثافة هو المسؤول عن تصلب الشرايين وعن جلطات القلب وجلطات المخ وجلطات حتى القدمين وجلطات كل حتة، ده منخفض الكثافة. طب مرتفع الكثافة اخباره ايه؟ بيمنع تصلب الشرايين، تصلب الشرايين ويمنع الجلطات. فافرض ان انا لقيت عالي الكثافة حلو وواطي الكثافة منخفض الكثافة عالي، حد دواء مختلف. صح. ونظام علاج، ما احنا بنقول الجماعه دول مصرين يخلونا بتوع اعشاب، يخلونا احنا نجيب محل عطار نقوله، واحنا مصرين على ان نبقى دكاتره بروفيشنال. ما ينفعش غير مقبول طبعا. فهو ان شاء الله يعمل الحاجات اللي انا قلت له عليها وكلمنا ان شاء الله الاسبوع الجاي. تمام تمام. او يتصل بينا على الفيسبوك، هو ممكن يبعت لنا. طب معلش احنا ما لوهناش على الفيسبوك، معلش خليها شويه. اوكي. الفيسبوك الناس اسهل برضو، يعني ممكن نتائج التحاليل بيكتبوها ويبعتوها لنا، تاخد راحتها اكتر يا عمي بالراحه. مش احنا ان شاء الله يوم الخميس بنطلع الساعه 9 هوا ان شاء الله على الصفحه بتاعتي محمد سعد حامد، سواء بالانجليزي او بالعربي، بس محمد سعد حامد عربي، محمد سعد محمود انجليزي، الساعه 9 انا استاذ حسام بنطلع. سهل جدا، يكتب على الموبايل اللي هو عايزه. تمام. ويكتب النتائج والناس كلها كانت بتتصل بينا كده. تمام خلاص. اتفضل يا بيه. ناخد اللي اتصل بعد يا دكتور. اتفضل يا فندم. استاذ فؤاد رمضان، السلام عليكم. لا فؤاد حضرتك. سوري فؤاد رمضان. بقول لك ايه، انا دلوقتي المفروض تطالبيه بحق.
لا عندي دي، عندي دي ست فؤاده، ده ماشي مع الفيلم. ست الكل فؤاده رمضان. ازيك يا ست فؤاده؟ السلام عليكم. بص حضرتك انا انا عندي سكر، فانا سنك كم سنه؟ بتاعي 243. كم سنك كم سنه؟ سن 36. كم؟ 36. 36 متجوزه؟ اه. وزنك قد ايه؟ وزني 98 كيلو. طولك قد ايه؟ طولي 165. طيب يعني احنا ما عندنا 20 كيلو زياده. والسكر صاير حضرتك 136. وفي بعد الاكل؟ بعد الاكل بعد الاكل كام؟ 243. 243 اخر باخر 6 شهور الوزن زاد ولا قل ولا ثابت؟ لا لا الوزن زايد، انا بقالي كتير من حوالي 3 شهور ما قستش وزني، بس انا وزني بيقل. بيقل؟ اه. وانا عملت تراكمي حضرتك اول يعني بقالي 3 ايام طلع 6.3. لا طب استني بقى بالراحه، احنا قلنا الصايم كام تاني؟ 136. واللي بعد الاكل 243. والتراكم طلع 6.3. طيب سؤال تاني، التحليل اللي انت عملتيه صايم وبعد الاكل ده عملتيه امتى؟ عملته بقالي حوالي 4 ايام او 5. وحضرتك قبل كده اخر تحليل قبل الاربع ايام عملت تحليل قبل كده صايم وبعد الاكل امتى؟ اه عملت، كان الفطر برضه طلع 233. من امتى؟ من حوالي شهرين. بص يا فندم التراكمي ده غلط، لان المفروض ما يقلش عن 7.5. انا سالتك اسئله، واضح ان بعد الاكل يا استاذ اسامه فوق ال 200 يعني عالي. والصايم 100 وكام؟ 118. الصايم 136 عالي برضه طبعا، في 20 زياده فما ينفعش التراكمي. واللي بعد الاكل في 80 زياده صح، واخد بال سيادتك، او 70 على الاقل، ف 70 و20 يبقى في 100 زياده. المفروض التراكمي 7.5 فيما فوق، فما فوق ممكن صح. يوصل 8 لحاجه، 8 وحاجه، فالتراكمي ده انسيه، غلط غلط 100% وما باخدش بيه عموما. سؤالك ايه يا فندم؟ انا حضرتك مش ماشي على دواء سكر خالص. شاطره. عايزاني طيب هقول لك حاجه، او فين يا فندم هجاوب سيادتك. شكرا يا استاذه فؤاده. هي الاستاذه فؤاده نمره واحد، احنا هنديها دواء يخسسها وفي نفس الوقت يظبط السكر وفي نفس الوقت رخيص جدا، وتدعي لنا ان شاء الله، وهي سنها صغير وهتتحمله. هو الجلوكوفاج او السيدوفاج 1000 ملي جرام اللي هو 1 جرام يعني، حبايه قبل الاكل بنص ساعه 3 مرات في اليوم، هيسد نفسها، هتبدا تحرق الدهون وتحرق السكر وهتتظبط تبقى 100 100. لو مشيت كل يوم ساعه هتدعي لنا تنزل وزنها 10 كيلو بس، هنوقف كل الدواء تبقى طبيعيه. يعني استاذ رجب ده بتاع السلام أسوان. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا مش اسوان. لا اكلم الدكتور محمد لو سمحت. اتفضل اتفضل. دكتور محمد ازيك؟ اهلا بيك يا فندم. ربنا يديك الصحه ويبعد عننا تجاره الاعشاب دي. اه يا فندم والله يعني مهنه من لا مهنه له. دايما مصر يعني احنا بندعي تبقى زخره بالعلماء اللي زي حضرتك دايما كده. انا كلمت حضرتك من حوالي شهر. نعم. كان عندي مشكله مع السكر في موضوع الاعصاب الطرفيه. الف سلامه على سيادتك. الله يخليك يا فندم. حضرتك انا ظبطت العلاج وظبطت اكل وبلعب رياضه دلوقتي ما شاء تمام الله. ما شاء الله. السكر بتاعي نزل 130 صايم و180 فاطر. كان كام قبل كده يا فندم؟ كان 280 فاطر وكان 224 صايم. ما شاء الله ما شاء الله. جميل تمام. جميل. الفضل لربنا ولحضرتك. ثم احنا يا فندم ثم ربنا يخليك يا دكتور. المهم دلوقتي يا دكتور انا موضوع رجليا باخد اللي هو سيدوسيد عشان موضوع الاعصاب الطرفيه. سيوتا سيد 300 ولا 600 يا فندم؟ 600. 600 300. اه باخد حبايه مع الامريل للصبح. لا سيادتك 600 ولا 300؟ 600. 6 600 يا دكتور محمد. 6 6 ماشي خلاص ماشي يا فندم اتفضل. 600 بالليل. يعني سيادتك بتاخد امريل 3 الصبح. امريل 4. امريل 4 الصبح وثيوتا سيد او سايوتكس وات ايفر يعني بتاخد تمام. 600 ملي جرام الصبحيه برضو. تمام. وايه تاني؟ وباخد ترنتال بالليل. حلو. انا سؤالي يا دكتور محمد دلوقتي اعصاب الطرفيه دي بتتعالج علاج نهائي ولا هيفضل كده الموضوع معايا؟ بالنسبه لي تعب رجليا.
لا بص سيادتك، احنا بعد ما نجحنا في ان السكر يخف بامر الله 6 شهور لو كمان ينزل سنة كمان، هو انا غيرت لك في علاج السكر ولا سبتك زي ما انت قلت لك اعمل بس رجيم والعب كورة؟ وقلت لي بطل الجانوميت لو تفتكر يا دكتور محمد. قلت لك غالي وملوش لازمة. بالظبط كده. طيب. وقلت لي خد انسولين وانا ما خدتش. ما انت عملت نزلت الوزن ولعبت رياضه خلاص، كويس قوي كويس قوي، برافو عليك برافو عليك. طب ربنا يخليك كمل على نفس ده 6 شهور ان شاء الله، ممكن نوقف بعض العلاجات بامر الله تعالى. الف طيب سلام. انا بس موضوع وجع الرجلين ده هيروح يا دكتور محمد؟ هو لسه الدواء اللي انت بتاخده حاليا ما جابش نتيجه؟ لا السيروسيد والترنتال هو مريحني، بس برضه بتيجي على فترات، الالم بيجي على فترات. لا زود يا فندم الثيوتاسيد الى حبتين، المفروض ندي 3 بس خليهم حبتين، انا شايف البركه هتيجي معاك، خليها قبل الفطار وقبل الغداء، واخد بال حضرتك؟ وانت بتاخد ايه كمان وزي ما احنا كده باخد ترنتال الصبح وبالليل، ولا انت بتاخد الترنتال اس ار؟ باخد ترنتال اس ار اللي هو 400 ده. خلاص كفايه البركه، قال الترنتال مش هو الاساسي، التلاته هي الثيوتاسيد او الساتكس. وكلمنا لو في حاجة ممكن اخدها ثانية يا دكتور محمد مفيش مشكلة. والله يا فندم ساعات بندي فيتامين ب المركب، فانت لو حضرتك مثلا خدت نيورو بيون ولا حاجة حباية 3 مرات ممكن تساعد ان شاء الله. الف سلامة عليك. شكرا شكرا على الاتصال. نرجع ثاني لموضوعنا. احنا كل ما نيجي نتكلم على لا هي نقطة مهمة اللي هي اللي السكرين دي او السكر. فهو طلع بقى اتكلموا على سكر فواكه والناس قاعدة تزيط، واخد بال حضرتك؟ وانت عارف لما واحد بيضرب زمارة كل بيجري وراه اكيد، واخد بالك؟ وبالفعل اللي هو الفراكتوز اللي هو سكر الفواكه ده سكر احادي، في مرة هنتكلم او نتكلم عليه على الفيسبوك افضل، بيبقى عندنا ساعة كده ورحرحة. تمام. فهو الفراكتوز ده حضرتك سكر احادي. يعني ايه احادي؟ يعني مش ماسك في حاجه، يعني بيمتص بدون هضم، يعني الواحد ياخده ببقه بدون هضم. مش محتاج هضم. لكن السكر بتاع المائده، وانت اول ما بنيجي احط المائده بتكتب ما يعمل طيب ايه يعني ما اتفضل ماشي خلاص هم ابدا. ناخد ام عمر من الجيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أيوة يا دكتور لو سمحت أسأل الدكتورة على حاجة. اتفضلي اتفضلي. مع سيادتك. أيوة يا دكتور أنا عندي 50 سنة. ماشي. عندي 50 سنة. ربنا يديك الصحة. تمام. الله يخليك. وعندي ضغط. لا طولك ووزنك بقى بالمرة. طولي 155 ووزني 100 كيلو. يعني في 30 كيلو زياده، ما علينا عادي المحشي يعمل اكتر من كده. ورحت عملت التحليل هو بتاع السكر. استنى الله يبارك فيك. السكر استنى يا ست. لقيت السكر. استنى. الدوره بتيجي ولا قطعت؟ لا هي بتقطع بس يعني مختلفه، يعني ساعات بتيجي ساعات لا، كل 3 4 شهور. يبقى كده بدات تقطع. اتفضلي يا فندم. بس كنت بعمل التحليل بتاع الثدي دوت، الممرضه قالت لي السكر لقيته 165. كان صايم ولا بعد الاكل بساعتين؟ كان بعد الاكل جبت 3 4 ساعات. فانت خايفه لا يكون عندك سكر مش كده؟ خايفه. ده كده اول سؤال. طيب وقالت لي روحي اعملي تحليل صايم بس انا لسه ما عملتش، فانا اعمله او ما اعملش؟ حاضر ده تاني سؤال. ده في بقى سؤال ثاني يا دكتور عشان ظهري معلش يا رب يخليك. حاضر. انا عندي غضروف. لا غضروف دكتور امراض عظام، جراحه عظام هو اللي قال لك ولا حد كده؟ انا عامله شعر من 8 سنين وبقالي ضهري وجعني بقالي 15 سنه. عشان بس سمعت السؤال اللي من اللي كان واحده بتتصل من شويه. شاطره ماشي. فانا بعمل دلوقتي، انا دلوقتي ضهري بيوجعني جامد 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 بقالي 3 شهور، وجيت اروح اعمل علاج طبيعي وكده، دخل بقى كورونا والحاجات دي والمستشفيات قفلت والكلام ده. طيب خلاص عايزه تعبانه خالص. فالمهم بنام على ظهري بيقلمني جامد، انام على جنبي الجنب يقلمني جامد، والالم بقى بالليل ما بنامش منه خالص. ربنا يشفيكي. اي اسئله تانية؟ ربنا يبارك فيكي. شكرا اتفضلي. شكرا على الاتصال يا ماما. طبعا هو الحلقه بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا فيها على الفيسبوك يوم الخميس اللي فات اللي قبله، هي حضرتك يمكن الجماعه يجيبوا لنا الخلفيه، لو ابنك ولا حاجه هيخش بالانجليزي على الصفحه بتاعتي او صفحه الاستاذ حسام،
نكتب اظن صفحتك اسهل يا حسام. اتش ار سوليمان. النبي يا اخويا اتش ار اتش ار بالانجليزي بس هتطلع الصفحه. والله تطلع. اتش ار سهله. الحلقه اللي هي كانت يوم الخميس مش اللي فات، اللي فات 17، يبقى كان يوم 11. حضرتك هتسمعيها كويس، بتتكلم ازاي تشخص السكر في ساعتين، واعرفيها كويس عشان ما عنديش وقت اقولها هنا. تمام. ولازم تعمل التحليل، والتحليل اللي انت عملتيه ده ليس قاطعا ان انت عندك سكر، قد يكون موجود او غير موجود. يبقى لازم تسمع الحلقة كويس، او ما بلاش الاستاذ حسام لو عرفت تخش عليه، خش على صفحتي انا بالانجليزي محمد سعد محمود، وتدور على الحلقة اسمها كويس او طبقيها. دي بالنسبة للسكر. تمام. بالنسبة للغضروف سيادتك اللي بتقوله لازم وزنها يخس، هي حاجة و90 وطولها 155، يعني في 30 كيلو في زيادة كبيرة. بالتأكيد زملاتي قالوا لها لازم تخس. لازم. طيب نمط تخس كام؟ 20 كيلو. صح. طب عشان تخس من هنا لحد ما تخس تاخد ايه؟ تاخد دواء اسمه جليفا ريلاكس، سواء هو او اي بديل ليه، حباية 3 مرات في اليوم، تمشي عليه مفيش مشاكل خالص، ان شاء الله يريحها لحد. لازم تخس. نو واي. مفيش. لازم تغير نمط الحياة. حتى لو عملت عملية هترجع تاني. لازم نمط حياه يتغير. طبعا ازاي نتكلم انها تخس؟ ممكن تاخد جلوكوفاج على فكره، بس بعد ما تعملي تحليل السكر. تمام. في اتصال من اسوان يا دكتور، ناخده. سد اسوان. طيب ام تقوى، السلام عليكم. طيب الاتصال على بقى القطع. ما جه بقى والميه والكلام ده واخد حضرتك. على فكره الرد على كان في ام رمزي، انا فاكرها كانت بتتكلم انها مش عارفه توصل لان في الضغط على الخطوط، حتى الكنترول كان بيقول لي يعني. نعم. ان السبب مش هم، ضغط على الاتصال عالي جدا جدا جدا. الحمد لله. اصبحت عملت زي اللوتري يعني. ممكن يكون مثلا 100 بيتصلوا والنصيب بيجي من واحد او وبعدين في الكنترول الله يفهمونا حاجه كويسه قوي، كان الله في عونهم، ان هم برضو رداءة الخط او يعني سلامة الخط مهم جدا اللي بيوصلهن. صح. عشان ما يضيعش فرصه على حد تاني. ده من المتصل او المشاور. لا مش من عندنا. مش من عندنا، عشان احنا بنستقبله ارضي. هو بيبقى موبايل من عنده. تمام. ولذلك احنا برضو نقول للساده المشاهدين يعني لو يتصلوا على من الارض لنا يبقى افضل. سليم. طب ايه رايك، هو معظم البيوت فيها ارضي دلوقتي، يا ريت ما يتصلوا لنا بالارضي، مش لازم مش لازم موبايل، مش علشان مش لازم موبايل. الشبكه يعني. نعم. يمكن الست مش هتعرف تخش على الصفحة، فهنقول بسرعة تشخيص السكر في ساعتين. هو طبعا هو يعني ايه عمال يسألني ان انا اختم، بس انا مش هختم براحتك. لا 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 برضه، عشان في برامج ورانا. في برامج ورانا. طيب هي عموما هتخش على الصفحة. تمام. محمد سعد محمود، وتستنى انا يوم الخميس هي والسادة المشاهدين عندنا على الفيسبوك لقاء مع الاستاذ حسام، بنقعد ساعة كاملة، الناس بتتواصل اسرع واسهل وارخص. اكيد بيكتبوا على طول واحنا بنجاوب. وانا بس عايز اقول ان سكر الفواكه ده سكر ضار، الرسالة، وما كان يدعى عليه كلام باطل وغلط، لانه بيختزن في صورة الدهون، في صورة الكوليسترول، في صورة التشحمات على الكبد، ده يعني الفركتوز. يعني السكر العادي ممكن احسن كتير. ده لسه هنتكلم. والاحسن منه بقى الخبز والمكرونه والرز. يبقى ناخد السكر من الاكل بتاعنا. بس من لسه هنفسره بقى، مش بطريقه بتوع الاعشاب. لا ما احنا ما اتفقنا ان احنا مش بنهاجم بتوع الاعشاب. بتوع الاعشاب هم اللي بتوع الاعشاب هم مش عايزين يبقوا علم. صح. هو كل واحد ماسك لك على حبه خرافات وماسك فيها، ومش عايز يخليها علم. لو عايز يخليها علم احنا نساعده، ويا ريت يطلع كلامهم صح. تمام. واخد بالك؟ نختم خلاص، نسمع كلامه المرة دي ونختم. يلا يا سيدي. أعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة من برنامج كونسلتولي ميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والمشاهدة والمتابعة، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد، أستاذ السكر والغدد الصماء، كلية الطب جامعة عين شمس، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.